الوضع كما ذكرت، الوضع في غزة صعب جدا، لأن في يعني حصار على غزة منذ حوالي 10 أيام، وبالتالي المخزون الاستراتيجي الموجود في داخل غزة طبعا بدأ على النفاذ. المحال التجارية بالفعل بدأت تنفذ منها المواد الغذائية، لكن الأخطر من هذا إن المخابز يعني أصبح عدد قليل من هذه المخابز يعني قادر على الاستمرار بسبب نقص الوقود. من حوالي 23 مخبز برنامج الأجزاء العالمي كان بيعمل فيهم، الآن لم يتبقى إلا 3 مخابز فقط. لم يتبقى كام؟ 3 مخابز فقط. 3، نعم. ده طبعا نقص المياه، لأن طبعا من غير المياه، المياه هي الحياة، من غير المياه يعني حتى الأكل مش يعني لم يتوفر، يعني احتياجات الناس طبعا للمياه حتى أهم من الأكل.